لمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز كريم رجب. كريم، برحب بك إلى هذه الجولة الإخبارية، يعني مزيد من التفاصيل والجديد لديك، تفضل. نعم ندى، يعني في هذه اللحظات ومنذ قليل دخلت شاحنات المساعدات من خلال إلى معبر كرم أبو سالم، وهي الآن تخضع لعمليات التفتيش والتدقيق من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم. هذه الشاحنات التي تسلمتها الفرق التابعة للأمم المتحدة، ويبلغ عدد هذه الشاحنات نحو 80 شاحنة مساعدات بالإضافة إلى 4 شاحنات للوقود، ولكن لم نعلم إذا كانت هذه الشاحنات عبرت بالفعل أم لا، ولكن هذا سيتضح خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء العمليات المراجعة والتدقيق من جانب سلطات الاحتلال، وهذه الإجراءات التعسفية والتي تعطل عملية دخول المساعدات، وبالإضافة أيضا أنها تحد من عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. يأتي ذلك أيضا في ضوء التقارير التي تشير إلى أن هناك نقص حاد في المواد الغذائية في قطاع غزة بالكامل، وأن هناك أو أن ما يقرب من 9 أطفال من إجمالي 10 يعانون من سوء التغذية وفقا للتقرير الصادر عن منظمة اليونيسيف، وهذا يعرض حياة الأطفال إلى الخطر نتيجة للنقص الحاد وسوء الأغذية، نتيجة أيضا لعدم مرور هذه الشاحنات بالشكل الكامل وبالشكل الكافي الذي يكفي لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة. أيضا المستشفيات تعرضت للتوقف نتيجة لعدم وجود الوقود الكافي لتشغيل هذه المستشفيات، ولا سيما في مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى هناك مستشفيات أخرى تعاني من قلة المولدات الكهربائية، ويأتي ذلك أيضا في منع سلطات الاحتلال لدخول هذا النوع من المساعدات إلى قطاع غزة، فضلا عن نقص الدواء، لأن منذ إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني واحتلال معبر رفح من جانب قوات الاحتلال لم يدخل إلى قطاع غزة أي أدوية، وهذا أيضا أدى إلى إلى تعريض حياة المصابين والمرضى إلى الخطر نتيجة لنقص الدواء الشديد. كل هذا يأتي أيضا في ظل عدم وجود أو إغلاق كافة المعابر التي تدخل منها المساعدات إلى قطاع غزة باستثناء كرم أبو سالم، وهذا بعد الضغط المصري والذي نجح في إدخال هذه المساعدات. إجمالي المساعدات المصرية حتى أو التي دخلت من الأراضي المصرية حتى هذه اللحظات ومنذ استئناف هذه الحركة مرة أخرى من معبر كرم أبو سالم يتجاوز 1800 شاحنة مساعدات، بالإضافة أيضا إلى أن هناك ضغط مصري آخر من أجل وقف إطلاق النار، وهذا أيضا في إطار الجهود المصرية التي تقوم بها القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. في هذه اللحظات وميدانيا أيضا يسمع أصوات القذائف المدفعية التي تشنها قوات الاحتلال على المناطق المختلفة في مدينة رفح الفلسطينية، ولا سيما في المناطق الغربية وأيضا منطقة المواصي، وهذه المنطقة التي كانت من ضمن المناطق الأمنة والتي أجبر الاحتلال سكان مدينة رفح على التوجه إليها، ولكن هي الآن أو خلال الساعات القليلة الماضية تعرضت للغارات الجوية والقصف المدفعي، مما أدى إلى سقوط حصيلة من المصابين والشهداء. خلال هذا اليوم ومنذ فجر ومنذ ساعات الفجر الأولى بلغ عدد الشهداء نحو 15 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات المصابين والذين تم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة في قطاع غزة لكي يتلقوا الخدمات العلاجية. نعم، أنا بشكرك في حقيقة جزيل الشكر الزميل كريم رجب مراسل إكسترا نيوز من أمام معبر رفح من الجانب المصري، شكرا جزيلا لك.